كنا قاعدين نطبع الملزمه يا ابله. ندمات الطالب عشان نطبعها يا الله. I swear to God هذا ولا شيء. Oh my God, embarrassing. Embarrassing. It's funny, not embarrassing. I mean, it's embarrassing for her, but it's I know, that's what I'm saying. من جد. I know. أحب أشكر جيمي كيمل. هي هو اللي ألهمني لهذه الحركة. Oh, bad celebrity bad tweets or whatever they call it. Reading. Tweets. Mean tweets. Mean tweets. Or yeah. وبعدين وشي ربي اللي كنت أبيك تشوفينها جد جيمس. هي اللي رفعتها على. صح. No, no. It's not slam. It's not small claims. It's a civil loss, a civil court, but not small claim. طالبة 5 مليون. Claim. Oh, بعد مليون. حتى الميت. خمسة في وجه العدو. خمسة خفي خمسة. أنا عارف عارف. وصلت المعلومة. وصلت المعلومة. Oh yeah. خمسة وخمسة. اسمي شبي هذا الدبانة وش يقول؟ هل صحيح أن السبب الحقيقي لخلافاتك مع روز أن طلبت منها علاقة سحاق ورفضت؟ أوه هذا أنا دبانة. هذا دبانة. شوف يا حبيبي، علاقة سحاق ممكن، يعني يمكن ما اختلفتوا على المبلغ، كانت تبيك منك 5 ملايين وقلتي لها لا زعلت. Seriously funny. 5 ملايين عشان خمس، خمسة عشان الخمسة مقابل خمس. أوكي. أعزائي المشاهدين، أنا الحين عندي فقط 22 مشاهد، انتظرهم يتكاثرون. بس أقول لكم، يعني أذكركم أعزائي المشاهدين أنه فكرة هذه الفقرة تطلعك من اللون. بالله بلكي أنا بلكة ولا أنت أزعجنا بذا الفانتسي حقه. ما أدري والله، ما يطلعني. بس في أحد يقول لي إيش صار على روز، سواء أقول لك وش صار على روز اليوم يا صديقتي العزيزة. طبعنا كل، هي دائما يقولون روز ما دريت عنك. اليوم طبعنا كل رسائل الكراهية والتهديد اللي كانت توصل لدانا عن طريق الانستغرام. لا زالت توصل لو سمحتي. كيف؟ لا زالت توصل بشكل مستمر. إيه هي بدأت سوى. اليوم نتكلم على موضوع الرسائل، المين تويت أو رسائل التهديد. كاش سو بثيريك. المهم، هي طبعا بدأت في البداية رسائل التهديد أو thank you. رسائل مين اللي أرسل لي؟ الحمود المدروش. الله يخليك يا حبيبي، أنت أحسن واحد في الكوكب. إلى موضوعنا يا أعزائي المشاهدين. سو اليوم الفقرة اللي بنلعبها أو اللعبة اللي بنلعبها اليوم هو عبارة عن، يعني من يوم ما بدأت قضية الخلاف، أو يعني من يوم ما نشرت دانا حقيقة تصريحات روز عن، أو تناقض تصريحات روز عن تقبلها للمثلية الجنسية، وفي نفس الوقت باللغة الإنجليزية وكراهيتها. حطولي كويك، حطولي كراون. So thank you. كملي، سوري قاطعتك. وتناقض تصريحاتها اللي باللغة العربية اللي تنظر فيها للمثلية الجنسية على أنها مرض يستوجب العلاج، وخصوصا مثلية الإناث، بالإضافة طبعا إلى غسيل الأموال وما إلى ذلك تحت غطاء البزنس أو تحت غطاء عرض الأزياء، لأنها في الواقع ما، يعني الـ LLC أو الشركة اللي عندها لا تنتج شيء وما عندها موظفين، فيها نشاط مشبوه. فلما دانا كشفت هذه الأنشطة المشبوهة تكلمت عنها، تعرضت دانا لمحاولات مضايقة. أنا بسألك، محاولات المضايقة كانت قبل القضية ولا بعد القضية؟ لا بعد القضية. أوكي. بعد القضية الآخر، يعني رسالة الرسالة الرسمية وصلتك عن طريق تويتر. تقول تويتر. حسيت اني هند القحطاني وهي تقول تويتر. اي والله جيت بقول، بس يلا عادي. طالع شوفي امانه، احنا اذا جينا نبي ننطق الراء زيهم نتعب شوي، لان احنا عندنا رر. سو اتس كان اوف كومبليكيتد. يا سو لما نطلع على تويتر، كانت الرساله الرسميه اللي جتك على تويتر اي رساله؟ قصدك ان انا مرفوع علي قضيه؟
Please, no, don't go. Okay, صوت انقطع. معليش الصوت انقطع لأنه شو اسمه جاني اتصال. أوكي نعيد. اليوم لما تجين تسجلين لما تجين تنزلين هذه الحلقة على يوتيوب ممكن تقطع تقصين تسوين لنا مونتاج وتقصين yes. ما سبق. Yes, I can. موضوع الاتصال خليني أحط جو. Okay, we are in airplane mode. Okay, so. أو خليني أنا بعد أنا بدي أكون. يا حطي على airplane mode. بدك تكون okay. عليك فحطيت. So, okay. مرحبا وأهلا وسهلا يا أعزائنا المشاهدين. اليوم بنتكلم عن بنسوي تحليل الرسائل اللي بدأت تصل لدانا منذ رفع الأخت روان أبو زيد أو كما أحب أسميها روث أبو. يا مؤدبة أنت يا دانا سوري أنت مؤدبة أنا ماني مؤدبة. لا والله أنا مو ما أبغى أقول أنا مو مؤدبة أو مؤدبة بس يعني توصل معاك أحيانا خلاص ودك ما في وصف يوصف الشخص إلا هذه الألفاظ ما في يعني سوري روز مين لا تكرهينا في الروز لا تكرهينا في الورد أنت من جد روز. إيوه قميص روز المهم نرجع لذاتها اليوم بنتكلم عن تحليل الرسائل اللي كانت توصل من المدعية بنت أبو زيد منذ رفعها لقضية التشهير ضد دانا. فبدأت توصل دانا رسائل أول شيء رسالة جتها عن طريق تويتر كانت تقول فيها إنه هذه الفيديوز اللي انتشرت عني هي فيديوهات مفبركة فيا أنك تمسحينها يا أني ألاحقي قضائيا. قامت قالت لها دانا excuse me هذه خلاص أنت نشرتيها بمحض إرادتك ومو أنا اللي فبركة لا تبدو فبركة على الإطلاق. ياس الشخص اللي يسألني موديل روز نعم الفاشينيستا الدلالة روز وليست موديل. anyways so ومنذ ذلك الحين بدأت رسائل الكراهية والتهديد تنهال على كل حسابات دانا في السوشيال ميديا وكانت هذه الرسائل مادة دسمة جدا للتندر والوناسة وهي صراحة يعني مادة دسمة أننا نحللها ونتكلم عن نفسية الأخ. سو في البداية بدتك في وصلتك على تويتر رسالة واحدة كذا مو تويتر كانت والله شوفي منى كثير تجيني يعني كانت تجيني على تويتر كان منشن على تويتر أكثر شيء لأن الدي أم أتذكر ما كان أي حد يقدر يرسل لي بس أيضا كان يجيني على الإنستغرام I think اللي أرسلتها لك كان على الإنستغرام. أول شيء كانت تجيك رسالة تهديد على تويتر بعدين لما سكرتي صارت تجي أول رسالة تهديد جتني إنه اسكتي وشيلي الكلام معتذري كانت محاميها على الإيميل هذه أول رسالة تهديد قانوني أنا أسميه تهديد وبلاك ميلينج لأنه كان يقول احذف الكلام اللي قلتيه واعتذري ولا بناخذ منك فلوس بنسحب منك مليون يعني وكذا بنقاضيك فأنا كنت أعتبر هذا بلاك ميلينج اكستورشن or whatever they call it I was like what honestly خاصة أني ما قلت كذا أنا ما كذبت so هذا أول شيء جاني إنه اسحب الكلام ولا ترى يعني بنقاضيك وترى بنجرجرك وترى بنسحب منك فلوس محاميها اللي باي ذا واي الان سحب عليها جاها محامي ثاني oh my god he dropped her case her first lawyer her, I don't know why he dropped her ولا في شيء صار ولا هي قالت باي بس هو يعني صار محامي واحد عندها الحين انا اشتغل مع محامين واعرف ليش هذا يصير بقول لك إياها باختصار يعني من الحالات اللي أنا أشوفها لما يصير المدعي يكذب على محاميه كثير يصير كله أنا ما أقدر لأنك بتطيح وجهي عند القاضي بالضبط يعني أنا حتى أتذكر لما كنا نبي لما نسوي أي انترفيو مع كلاين جديد نقول ساعدنا عشان نساعدك نتمنى أننا نتفق على الوضوح والصراحة فعلاً أعرف إيه وما نخبي شيء على بعض عشان لا نخسر القضية وأنا كمحاميك ما أعلق يعني من واجبي أني أحافظ على سرية المعلومات حتى لو كانت ضد مصلحتك فهذه الأشياء كلها
لهم في البداية عشان نقدر نساعدهم ويساعدونا. لكن لما يصير الكلاينت يكذب عليك كثير صعبة، صعب صعب أنك تفوز في القضية، فأنك تنسحب كمحامي أحسن لك. أنا أعتقد أنهم اكتشفوا إنه كل الستيتمنت اللي قلتها عنها الثلاثة إنها هوموفوبك ريسست كلها عرفوا إنها صحيحة، كلها عرفوا إنها صحيحة بطريقتهم. يعني هذول مكاتب محاماة كبيرة، يعني هي معينة طبعًا مدفوع لها فلوس، عارفة من مين، عشان تعين أحسن المحامين. فهذول المحامين لهم سمعتهم ومشاركات كبيرة، فأيضًا بما إنك تشتغلين معاهم فتعرفين إنه يكون لهم أدوات تحقيق وتنبيش عشان يعرفون لا بكرة يتورطون ولا شيء. فأكيد إنهم عرفوا إن لها في هالمجال وإنها تكذب ومستعدة تكذب تحت القسم، أو عرفوا أو لقوا أدلة إنها متورطة مع الحكومة السعودية، وإن القضية هذه كلها تشبيح الأكتيفس. في شيء صار ما ندري هو وشو، هي والله قالت الفلوس واجد وما أقدر أدفع على محامين اثنين، خلاص أبغى محامي واحد، وأسقطت هذاك أو هو أسقطها ما أدري، بس العلم انه هو اسقطها. لان زي ما قلتي وش اللي في نص، في خلاص يوم جت تنتهي القضيه تروحين تقولين ما عاد ابغى محامي الا واحد، وتتركين الاول اللي من جد رفع القضيه، وما تدخل العقل. فاحس انهم عرفوا ان كل كلامي صح. سو هي عندها اثنين كذا محاميين، كان عندها اثنين يس، واحد بالأدعي واحد بنيويورك، بس كلهم يشتغلون مع بعض. إيه؟ واللي كان يرسل لي التهديد القانوني وكذا، واسكتي وشيلي الكلام واعتذري ولا تكذبين على موكلتي، لانها اكيد انها قالت ان انا تكذب، كذبت عليهم زي ما تكذب على اي احد. هي لما تشوف وجهها في المرايه تقول انا ما سويت ولا عمليه تجميل، تكذب على نفسها. انا اتوقع انها تسوي كذا، وهي مجنونه يعني، مجنونه كذب. فانا اقول لك لا، هي تقول متابعينها ما سوت، تقول بس مسويه فيلر شفايف، ودها بعد تنكر فيلر الشفايف باي ذا واي، بس باين ماين خوي. بس اني وايز وات ام تراين تو سي انه المحامي هذا هو اللي رفع علي كلام وقال لي اسقط القضية واعتذري، مو اسقطي سوري، قال لي اسحبي كلامك واعتذري ولا بنقاضيك وبناخذ منك ملايين الدولارات. انا شفت ان هذا عبارة عن تهديد يعني بولي يعني. فهو هذا اللي سحب عليها، هو it looks like هو سحب عليها. I don't know for sure. Oh my gosh. Okay. Yeah. والثاني مستمر معها. اي مستمر هذاك الحين بتروح تصور وتعطي هذاك المتنمر القذر، وصلي له مستعد يسوي اي شيء عشان الفلوس. هو يعني يمكن هو واحد منهم في نيويورك والثاني وين؟ هو اللي في نيويورك الحين هو اللي معه، والثاني وينه؟ لوس انجلوس. او اوكي ويرد. So okay, yeah. اللي في LA she doesn't need him أصلاً. بس الرسائل بدأت أول شيء توصل يعني عن طريق في شيء كان يصير قبل طلاقها وفي شيء صار بعد طلاقها. So اللي قبل طلاقها اللي كانت توصل قبل طلاقها كانت تجيك على تليفونك الشخصي ولا على تطبيقات السوشيال ميديا؟ لا السوشيال ميديا. ما كانت تجي على تليفونك الشخصي. لا لا لا. اوكي المثير في الموضوع هو انه دقيقه ايش. اوكي خلينا نقرا رساله الانستغرام من حساب طوط. اوكي شكل عاجبك ان الاجانب المشردين اللاجئين يسبون حكومتك اللي ولدتك، حكومتك ولدتك ودخلتك على حسابها يا الملحده يا الملعونه. انت حكومتك ولدتك ولا مين اللي ولدك يا بنت؟ والله ما ادري، شكلي طفل الانابيب ولا معني يعني احترامي لاطفال الانابيب، بس شكلهم هم حطوني في تيوب وما ادري يعني الحكومه اللي ولدتني. ايوه حسيت استنسى. ودرستك على حسابها يا الملحده يا الملعونه. طوط امك، طوط ام اللي جابك، جاب طوط مالها كرامه، جاب قاء حاء باء هاء مالها كرامه. كل يوم إسقاط، كل يوم إسقاط، إسقاطات كل الناس. نعم يا أختي البنت ده طاهر وهيفضل طول عمره آه يا دانا يلي تصبغين شعرك أشقر وتلبسين بكيني أخضر
وتروحين ترقصين على اليخوت، أنا شفتك يا دانا. ونهان ونهان وكمل رقص بدون كرامة. ويقول لك وتهزين، أنا عارفة يا حقت اليخت أنتي. تتعبها عشان مسوية نفسها ناقدة. ما تعرف أصلا يعني إيش ناقدة. بس آخر شيء هجيتي عنهم. طيب إذا أنتي وأهلك كذا، وشو يعني كنتم فاتحون ماخور؟ هجيتي عنهم وهم اللي كانوا معطينك راحتك يا بنت الفوت، وبعد ما طلبتي لجوء خلوك تسبين الحكومة وخلصوا منك وكانوا بيرمونك زي الكلاب وتشتغلين، طبعا الترجمة، بائعة هوى، يا بائعة الهوى. طيب عفوا، هذه كلها تاريخ مين؟ مين اللي كان يتصور قدامه قارورة ويسكي ولابس animal print مدري وشو لانجري بيبي دول، ايه ولانجريز وحركات وايه؟ وقابلتي خطيبك ولزقتي فيه، ليه خليت مسكتي مسدس وقلتي له شان are you gonna marry me or what are you gonna do it or what؟ yeah exactly. ايه قاعده تبتزينه، قاعده تبتزين ولزقتي فيه خليتيه يفك. تعرفين هذا وش يقول لي؟ يقول لي انها هي لزقت في محمد عشان يتزوجها، عرفتي؟ هي لما نفكر التفكير ايش ولا من يفكر التفكير لزقتي فيه ايش، لانه من ما يتضح لي انها تستخدمه كستيبنج ستون عشان تجي لامريكا وتعيش الحريه اللي هي كانت تبيها. يعني لا وغير كذا ما بعرف منى، لو تلاحظين علاقاتها مع الشباب تتلصق فيهم الامريكان، كل ما شافت واحد عطتها هديه براند، يعني اني ترى الحين اكشخ شيء يعطيك هديه براند، يعني تحس ان الامريكان ميتين جوع ومشافيح. هم صدق في بعضهم مشافيح، بس ياخذ الهديه يحطها ورا ظهره ويحطك ورا ظهره. يعني it's so sad انه هي اللي تتلزق في الشباب، الشباب اللي يعني تحس انه بيصيرون power couple وانستغرام couple وتتلزق فيهم وكل شيء، بالاخير تحط لك ستوري ان هي البيرفكت وومن اللي هو his loss وما ادري وش، like هي اللي تتلزق. يعني نسبة، لكن نرجع الموضوع، هذه الرسالة نركز عليها، تحسين أنها هي أصلا ناقدة على نفسها، أوكي؟ يعني عارفة أنها سوت هذه الأشياء كلها، هي طبعا راحت ركضت وراء لصقت في هذا الرجال اللي الدبلوماسي اللي يشتغل برا، وقال بس ما قاطع برضو، هذا يعلمك أن شغل الحكومة للأسف واسطات، لأن إيه؟ من يوظف ذاكم في دبلوماسي؟ سراق مقاطع التيك توك دبلوماسي في أمريكا، الله يلعن أم الفشيلة. هذا قبل ما يسرق المقاطع، هذا قبل ما يدخل في السوشيال ميديا بزنس، هو كان موظف موظف في السفارة، فجاز لها موضوع أنه واو يعني متحرر وبيخليني على راحتي، وش اسمه واحد يقول لي كلنا نبي نتلزق فيه، محمد المويرقي مدري المورقي مدري وش اسمه، هذا شكله كان يقول الله يا ليت اتزوج واحدة متحررة وتتفصخ وامشي معاها بالبكيني ومدري وش، ولا حد يتكلم، وهي في مخها الله واحد بيخليني على راحتي. يعني كانت علاقتهم سطحية، يعني هو في عنده دياثة وهي كانت تبي ستيبينج ستون، حجر. لأن الحين الذباب بيقعدون يمسكون كلامك ويألفون ويحرفون. إحنا ما نقول عنه دياثة لأنه والله متحرر وعادي وتلبس، لا على عيني وراسي. إحنا نقول دياثة لأنه يقود السيارات وهو عارف زين، قائد قواد للسيارات، أفهموها. هو كذا كان في مخه أول شيء إنه بطلع مع واحد يعني بتزوج واحد يخليني على راحتي. هي كانت في مخها كذا، وهو قال جت من الله. يعني اسمه محمد المورقي والمويرقي، المورقي 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 يا وهي كان في مخها الله بتفصح مسوي اللي على راحتي.
فيعني اكتشفت أنه لا يا حبيبي، الزواج أكبر من هذا الشيء، أكبر من ذلك. وهو كان طبعا يعرف في موضوع الإسكورت، واحد يقول شايف في الانستغرام يعني اذا انا وانت شفناه وكل العالم شايفينه يعني هو ما يدري داري وعاجبه. هو اصلا قال بنفسه انه انا شفت انستغرامها وقلت لها فاضح نفسه يعني شفت انستغرامها وقلت لها لا يبي تبين تصيرين موديل لا لا يبي لك شغل كثير، وانه هو اللي ماركتد هير. اوه يبي لك شغل كثير. هذا كلامه بلسانه على تلقينا بالسناب حقه من على اليوتيوب ولا ما ادري ايش، فواضحه يعني واضحه مرفع فيهم ما حد يسلك لك غير الأمصار. أوف واو أمصار عنصرية، ودي يقولها طيب والأمصار هذولي ما هم جماعتك، ما هم خوالك؟ أمصار هي خوالها أمصار، لا لا سوريين إيه بس الحين طالع شيء اسمه القومية السعودية، إحنا بس العرب والباقيين كلهم أمصار. يجوني ناس يقولون لي أنتي من عرب الشمال، أقول لهم إيوة أنا عنزية من بدو الشمال، أنا بدوية من السعودية. أيوه وبعدين تطلقت، بعدين صارت طبعا مهزلة الطلاق حقتها، لكن أثناء الطلاق كانت ترسل لك برضه رسائل كراهية ولا انشغلت بالكراهية ولا ولا ولا, ولا بعد الطلاق أو أثناء ما بعد الطلاق زادت يعني ما أدري هي لقت لها وقت يمكن هو كان أذكى، هو كلهم أغبياء، أنا أسميهم بينكي وبرين، ذوليك الفار والفارين حقين المختبر. ايوه ايوه يا انا اسميهم بينكي وبرينلس، سوري بينكي واند برينلس، هم اثنينهم اغبياء بس هو اذكى منها شوي، لانه اتوقع لما كان معاها كان يعني هو اللي متحكم بالتشبيح علي، عرفتي يعني هو يعرف يستخدم حسابات وهميه او وات ايفر يحاول يخفي الموضوع التنمر، بس هي لما صارت لحالها صارت مفضوحه اكثر، لانه يعني صارت تستخدم ارقام ممكن الواحد يتبعها، لو أبلغ عليها السلطات هنا يتبعونها، فيعني صارت تستخدم ways that are like easy to be uncovered who behind the number or whatever. اسمعي، طلع العرق اليمني في هذه الرسالة: يا المخنوسة بطلي أوهام وهلاوة وكذب على على فكرة كلمة مخنوس هذه ما يستخدمها إلا الحضارم. Really؟ ترى أنا ما أدري، أنا يعني ما كنت أدري وش تقول، يعني حسبتها بتقول مخنوث بالتاء، ما يعني انا I don't know what she's trying to say. لا هي كلمة يستخدمونها الحضارم للشخص اللي متحول، على قولتهم متحول ترانس. لا يا ممكن يستخدمونها للترانز وممكن يستخدمونها للجاي. يا yeah, okay. ها كاتبة يا مخنوسة ابوك متبري منك، كل اكل اهلك يكرهونك، هي عايشة مع اهلك شكلها تعرفهم كل... إيه. أهلك ما يحبونك، على أساس أنه هي أختها اللي تحبها، أختها أصلاً كبت عشاها. لا والحين تبرت من حركاتها يوم طلعت اليخت مال اليخت عشان ما تخسر إعلانات. إيه مو هم وش كانوا يقولون من يعني وش كانوا يقولون فشلتينا، تقول أنا حرمة متزوجة مالكم دخل فيني. إيه وزوجي راضي، وزوجي راضي ويشجعني. في وحدة تقول أنا أحبك اسمها ميم، ما أدري تعرفينها ولا لا. نايس أوكي، هذه رسالة بايخة ما فيها نكت. أوكي لقيت رسالة فيها أشياء تضحك. شوفي أقرب موعد لك مع طبيبة نفسية، شكل هي عندها طبيبة ثيرابيست بنت، فعشان كذا أصلاً عادي يعني وإذا يعني وإذا رحتي ولا أنا رحت ولا أي أحد راح. I know. فيديو آخر فيديو لك عن المهووس اللي مثلك محمد، هذا طبعاً بعد الطلاق أكيد. الصراحة ضروري جداً تتعالجين وتشوفين اللي نزلتيه كوميديا بس الحقيقة مثير للشفقة، والله I think you're funny يعني صراحة. بعدين هي مين عشان تنتقد؟ هل هي جيمي كيمل؟ انت جيمي كيمل يا روث؟ انت لاري ديفيد؟ انت ديفيد شيبال؟ نو no. رأيك في الكوميديا ما له أي قيمة. anyway انت فتاة اسكورت يا 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 روز، فيعني معليش اترك الكوميديا لهالها، بس الحقيقة مثير للشفقة ويدل على أن خلايا مخك
يا دكتورة تقريبا بدأت تحترق كلها. ها 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 قلت لك اترك الكوميديا يا خلايا مخك تقتحتك، ترى قاعد تسوينا بنفسك مو طبيعي. صح في ناس مثلك تمسخر نفسها عشان تشتهر، بس انت مو قاعدة تشتهرين، هذا يوجع اكثر. باي بيتش، علامة استفهام. باي احد يحط علامة استفهام بعد بيتش؟ ما ادري. حتى الاملاء زي الزفت. Punctuation, املاء، الجرامر، like everything is a mess. يا رب لا عربي ولا انجليزي، لا عربي ولا انجليزي. هاي جرذي العاقل المتشرد البائس. اوكي هي من وين جابت جرذي؟ عشان نيويورك ولا ايش؟ عشاني احب الجبن. يمكن الجرذي ياكل كل شيء عموما، بس ممكن انها قالت جرذي لان نيويورك معروفه بالجبن، ويقول عني فار لاني احب الجبن، which is you know الفار cute. I don't think they're I'm not supposed to be insulted or offended whatever. ترين ابطال السلاحف النينجا تيرتلز هم كانوا راتب المدرب. ايوه يا فيليكس تلبسين الروب هذاك حق الكاراتيه. ليش لا؟ رشدان ونحن ابطال السلاحف كلنا للخير واقف. اوكي ما حد منهار كذا، تحسين انها تكتب الرسالة زعلانه. ما حد منهار غيرك، لا كنت تقول لك اني روز، لا خل احد يقول لك انت كريهه، ما لك قبول، قبيحه مرت السكن والمضمون، وما حد يتحملك غريبه ومريضه. شكلها طالع في المرايه، شكلها لما يجيها اكتئاب طالع نفسها في المرايه تقول هذا الكلام. وقاعد ارسل لك بروتين من القهر. هذا الكلام اللي تقوله لنفسها لما نطالع بالمرايه، لانه يعني ما ادري صراحه، يعني هل انت تركزين على شكلك ولا تحسين ان الناس شلون تفكر هذه؟ انت كل يوم تصحين الصبح تقولين يا ربي انا ماني حلوه، ما وراك ايات الا شكلك. ليه؟ اكزاكتلي لايك عشان سوبر ديبرس، عشان انت هي كذا تفكر، علشان كذا هي تحس انه if you insult someone ولا البولي them على شكلهم كذا they will freak out وبينهارون ويقعدون يوم كامل في السرير يبكون ويدورون دكاترة التجميل عشان يسوون عملية ولا إبر مثل ما هي تسوي. That doesn't matter. أنا مقتنعة حلوة مو حلوة، أنا عاجبني شكلي مرتاحة. Who cares؟ بس هي ما تفكر بهالطريقة. أقول لك هو باين الانكونسستنسي، باين القهر من كلامها، لأنه في فوضى، في فوضى بالكتابة. ما إيه صح، ما تحسين الكلام أصلاً. منى من يفكر يروح يدخل على جوجل وتشاف الأرقام تختلف؟ يعني لأنه أبلك أول ما يجيني مسج أبلك ما الخلق، فمن يدخل على جوجل ويسخر أرقام كل شوي يطلع رقم ويرسل لك يرسل لك يرسل لك إلا أحد مختل عقلياً. ما يبيلك تسوين أكثر من حساب، يبيلك تسوين أكثر من إيميل، وروحين through the authentication process، وبعد ال authentication gosh it's a pain in the ass. ولا تدفع ال private detective عشان تجيب معلوماتك الشخصية بفلوس، ما تدفع ريال واحد حتى لو أنت صديقتي. شلون لو المصيبة إنه ما لقوا شيء؟ اي ادفع عشان اعشيك اوكي، لكن ادفع عشان تتبع احد ما تقول شيء؟ هذه المصيبه، هذا اللي رافع ضغطها هي ويا القمطمط اللي معها قبل لا يطلقون، ما لقوا شيء. في واحد يقول هل في ادله قويه ان على انها اسكورت؟ يس موجوده الادله على قناه دانا. انت حاطه قناتك في الرابط يا دانا؟ I think so. قناتك في البايو، شوف قناتها في البايو موجودة فيها. اسمع عندي لك بعد شيء ثاني الحين، هذا المسج تبين تتكلم فيها عن مخاوفها الشخصية. ما عندك حياة
أصحاب، باين أنها تخاف من الوحدة، تلعبين على مين وأنت طول وقتك تهذرين، وبعدين قلبتي على سمية والحين قاعدة توهمين قرودك بالانتصار وتستغلين دباشتهم. ما أدري من اللي قاعد يعني إحساسها. Oh my god. حرفيا هو أقول لك إسقاطات. إيه. هالحين وش الخاسوق؟ أنا ما أدري، تبي تقول خاسوق وقالت سا ما أدري. أمها اللي ترسل أحيانا هالمسجات، يمكن أمها ترسل المسجات معها، هي أحس هي تلقنهم وش يسوون وهم اللي يرسلون، عرفتي؟ بس هي تعلمهم يعني وش يرسلون وكذا، هي اللي تلقنهم. لأن في أحيانا أحس إن الكلام مش سعودي سعودي، أحس إنه سوري شوي مع كلمة السعود. مخنوس، هذه كلمة مخنوس هذه يقولونها الحضارة من المغتربين بعد، ما أشوف أحد يقولونها. لعب فيك الخاس، ما أدري وش هو الخاسوق، وحنا نشوفك تتجهين للدرك الأسفل أسفل في الدنيا، السجن. يا شير من اللي تسجني علشان قلت عن طوط اليخوت طوط، تخيلي بس. اسمي المادة الأولى من الدستور الأمريكي، أمريكي تضمن لك كل اللي قلتي. المادة أصلاً صدق، أصلاً صدق، هذا هو صدق. روحي روحي، عندك 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 دليل إن الكلام اللي قلته عنك كذب؟ روحي أعطينا إيصالات اليخت، رحلة اليخت، أعطينا اسم اللي طلعك يخت، خل نجيبه يشهد يا وسخة. في أحد يهز مؤخرته وهو ينسب ويكمل هز؟ قرف. اللي ما طالع مستانس مع أصحابه ما يتحمل الإهانة اللي هي متحملتها إلا شخص مدفوع له عشان يجي يبسط الجو. قرف. يعني عندها شيء، يعني بدل ما تقعد ترسل لك هالأشياء تجمع دراهمها تزرع لها مكيوة وتهزها وخلاص. لا هي قد قالت إنها ما تحب عملية التجميل الأوفر، هي قالت الكلام. وإيه ما ندري هذا وشه، هذا طبيعي. فهي تقول ما تحب عمليات الأوفر، وخاصة المؤخرة ما تحب تصير زي العربيات اللي مكاويهم كبيرة. هي قالت الكلام الخلفية. بالنسبة للناس اللي أكثر مرة قاعد يعلقون، والتعليق من بنات يعني مو عيال، إنه تحتاجين انك تكبرين العضلات الخلفية، اوكي؟ فانا اشوف انه اتوقع من توقعاتي، يعني انتم متعودين انه يعني نظركم متعود خاصة بالسوشيال ميديا وكذا متعودين تشوفون الاوفر سايز، عرفتوا؟ وبالنسبة لي انا اشوف هذا تلوث بصري، الحقن والسيليكون والاشياء اللي تحسين الوحدة بين جسمها وبين اخر هذه مسافة متر، عرفتوا؟ فلانه متعودين صرتوا تشوفون هالأشكال فتشوفون أنه أنا مو طبيعية، مع أنه أنا أشوف بالنسبة للناس الطبيعية أنا إنسانة طبيعية، بس أنتوا خلاص تعودتوا تشوفون الأوفر سايز، تشوفون مقعد وراء، عرفتوا؟ شوف ما أبغى أطنز، استغفر الله يا ربي، بس يعني أنا أشوف أني طبيعية، ولو أبي أكبر شيء راح أكبره بتمارين، يعني تمارين أكثف تمارين ما أدري إيش. ما تحب تصير زي العربيات، بتموت عشان تصير شقرة. أوه شيت شيت شيت، لقيت بعد another homophobic text. هذه شوف القذارة، طلعتي ترانس يعني شون والمحامي كلهم يمارسون شوف القذارة، بس لكنها اندل على شيء، دل على أنها transphobic. Oh yeah she is. واصلا هي مره قاموا جابوا لقاء مع واحد مع اجانب زي كذا وقالوا له ايش رايك في جمالها؟ قال she's okay she looks good. بعدين قال she trans she's a male to a female which is yeah, Six or five. Unfortunately, it's a way for people to tell someone that you are less pretty because you're actually a man, which it's not the case.
you know there are في ناس شباب تحولوا نساء سواء انت ضد هالموضوع او مع هالموضوع احلى من البنات احلى من البنات I've seen it my own eyes Victoria's Secret model is Brazilian used to be a man and she's fucking hot hot فهم يستخدمون هذا المصطلح على اساس انه انت قبيحه انت trans you're ugly equivalent of ugly فهذاك الشخص لما كان في اللقاء قال اوه لا لا شكلها trans انه يعني لا لا غيرت رايي شكلك لا عمليه تجميل ترانس فهي قاعده تسوي اسقاط علي مره اخرى تسوي اسقاط لما احد يقول عنها شيء انها ترانس ولا متحول لانها she looks like she did so much plastic surgery تجي تحط علي اسقاط هذا الشيء انا ما شفته بصراحه بس اتوقع انها هي منها لأنها صابغة شعرها أشقر وحاطة عدسات زرقاء مرة فيك عشان كذا أحس أنها سوت أشياء كثيرة صناعية وجهها لكن يعني I don't يعني ما أحب فكرة ربط القبح بالبنات الترانز لأنه هذه حالة unfortunate yeah a lot of كثير يعني أنا ذاك اليوم طالعة مع صاحبتي and she's trans and I swear to God ما اشتغلنا مع بعض فترة عمري ما حشكيت إنها كانت شيء والحين صار you know transform into full like you know woman like I never knew وبالأخير she told me about her experience and everything and like we were like exchanging clothes Like, you know what I mean? Like, it's the concept. And they're always ugly. They're always over. It's bad. But people like الحيوان هذه going to keep that shit going on. الستيغما هذه or الميث إنه every trans is gonna be ugly. Oh, wow. لقيت الحين رسالة ثانية تقول أزعجت العالم بمشاكلك إيوه صح أنت اللي كنتي تبكين قدام الكاميرا خلاص انطمي ما حد مهتم لك ولا حد يحبك ولا أحد ينتظر منك دفاع عن أحد ورارارا. كلنا نعرف أنك ذكورية أنت ذكورية I never knew ما كنت أعرف أني أنا when what did I say ما ماني فاهمة متى عشاني قلت عن عشاني شفت واحدة تشتغل بسكس ورك ولا بمجال قلت عنها كذا صرت ذكورية okay whatever هو شوفي أنا قد يعني ممكن نتكلم على موضوع الهيومن ترافيكينج في حلقة أخرى وأزمة الترافيكينج وكيف أن الترافيكينج صاير جاي حاليا الموسم يا منى حاليا الموسم مرة تخيلي واحدة من بنات جايتني مرتاعة تقول دانا أنا مشتركة في موقع مودلينج والموقع يعني is legit modeling she gets modeling gigs sometimes she's like now I got this email رحلة يخت على دبي ويحتاجون models والmodels are for the yacht shoot not for anything else بس للجلسة التصوير you know what it is for but yeah now fucking season استراحة ياخذونك نص البحر ما حولك أحد ما تقدرين تكلمين يعزلونك عن العالم الخارجي ولازم تسمعين كلامهم يب الكل واحدة تحس انه اوه موديلينج ومنروح وبيكيني ومدري وش وشي مرة لكجيريوس وكشخة الكشخة انت جزء منها يا حبيبتي انت جزء من الاكسسوارات مو بنتي ضاعة تستمتعين فيها اللي تطلع يخت هذه جزء من الاكسسوارات ما هي بمعزومة بدأت تتكلم كويتي تدرين أمك قالت لي أنها يوم كانت حامل بك حلت بشكلك وشلون بيكون جيكر وقبيح trying to be funny again trying to be funny again bitch وحاولت تجهضك بس قدرة الله سبحانه الله يعوضها بأحفادها وعيال مدري وشو سلكي يلا هزئي وصوري وحطي في الجروب
كرينج. اي والله كرينج. Not funny. هذه تنطبق عليك انت. واحد يقول الحين هي وش تقرا؟ اقرا رسائل ترسلها الاخت مودر روز لدانا المعيوف. متى تبطلين هوس وكذب في عمتك لهالدرجه عن حياتها وجوالها وفلوسها؟ اول ما تصحين تراقبينها. ايوه انت يا دانا اللي دافع على برايفت ديتكتيف، وانا اللي معينه ناس يراقبون كل حساباتي، حساباتها اقصد، وانا اللي معينه ناس اذا قالت حرف يصورون واروح ارسل المحاميه. كم دفعتي يا شيخه؟ دوروا علي انا يا محاتيتك. دوروا علي وسووا لي تاج. وش دوروا عليك بعد؟ دوروا علي، اقول لك دوروا علي في في تيك توك على حسابي القديم، وكتبوا فيه روحي شوفي هذا يا الهاشتاج عشان تعرفين مين اللي من جد هوموفوب. وبعدين وبعدين جحدتهم. حاولوا يجونك. فهمت إيه، ما خلوا أحد ما جو، ما خلوا أحد ما رفاله. وجوني على 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 تويتر، بس ما حطيت لهم بلوك، حطيت لهم ميوت عشان يعيشون الجو. عشان يحسبون انهم لما يسوون لي تاج انه يوصل لي، فحطيت لهم ميوت. سلكي ما خلوا يا اخي شان واصحاب شان، ما خلوا احد ما ازعجوه. يفشلون نفسهم طبعا، يعني انهم they're so desperate انه يأذوني، لا that to the point انه اللي حواليني الناس يقولون wow what did you do to piss them so off that they're doing wasting their time trying to fuck up your life but they're not going nowhere. هم يحسبون الأجانب يقولون لشان اتركها راح يتمشاكل راح يتكيلو قال يحسبون. شوفوا الظاهر انها تفكر بان المجتمع الامريكي يفكر بنفس عقلية المجتمع السعودي. ايه غبية تنحى، ما هي قادرة تسوي ابديت الا بالشراب والتعاطي شكلها واللبس، بس هذا اللي تحسب انه الامريكان لايف ستايل. باي ذا واي، يعني ايش حقوق مدنيه؟ ما تعرف يعني ايش سيفل رايتس؟ ما تعرف؟ غبيه دي، يقولها اقراي الدستور الامريكي عشان تعرفين انه هذا المجتمع يفكر بشكل مختلف. لا هي ما تعرف، هي من هيوستن، وشكلها في هيوستن كانت بس تختلط بالطلاب العرب او السعوديين، بعدين راحت الي. بعدين لما راحت الي، شوفي you have to understand انه الي is all the people there are fake and they don't represent America, they don't represent the United States, they're their own community, they're all faking to each other, they're all lying to each other, they're all like miserably depressed. It's not me saying that. I'm not gonna say all, obviously, because that's stupid. But I'm like, it's there. It's a thing. عرفتي؟ وخاصة هي هناك بالنسبة لهم the Saudi rich babe that probably most likely has a rich, you know, sugar daddy or whatever. And they're benefiting. They're benefiting. That's it. She has no true friend, and that's why she thinks people around me is the same shit. عرفتي؟ أي crack أي شيء تدخل معه راح يسحبون علي، راح يقولون دي رعاية مشاكل. No honey, no. No, that's not it. I'm like literally ما حب أمدح نفسي، بس مجتمعي كله highly educated people, highly educated, doing like only fans and trying to profit through their body because they have nothing else to offer. This is your thing, your friends. I mean so called friends, she doesn't even have friends. But that's why هي تحاول تدخل حياتي وتخلي تحس إنه اللي حواليني بنفس غباء اللي حوالينها. Bitch no. أنا أقول لك أنا لي عايشة في الساحل الغربي. Excuse me. Bless you. الغربي أنا عايشة فيه تقريبا لي 9 سنين. فكلنا عندنا الكونسبت إنه مجتمع LA يعني مجتمع جدا. مو بسطحي، مجتمع مظاهر، علاقات علاقات مظاهر، علاقات بزنس، ما هي بعلاقات أصدقاء حقيقيين. وكلنا نعرف الناس اللي نعرفهم أنا، يعني أصدقائنا اللي في LA وكذا،
العيشة مرة غالية ويعيشون شوية حياة صعبة وفيها سطحية، يعني يتصورون في الانستغرام مدري وشو، لكن سهرانين قهرانين. يعني معيشة جدا غالية، وأغلب اللي عايشين في منطقة هوليوود هذول يسمونهم starving artist. يعني حتى أنا لما كانوا يقولون، كنت أقول إنه أبي أسوي يعني I'm gonna do screenwriting، يعني إنه comedy is my hobby، كانوا يقولون لي oh بس you're gonna be a starving artist if you go to LA. I was like yeah no I'm too lazy to do this. فما رحت كاليفورنيا. أيوه بعتمد على كسلي. لكن فعلا علاقات قايسة، مجتمع LA ما فيه أصدقاء حقيقيين. And obviously we don't care if اللي في LA عندهم أصحاب ولا لا. This is not my thing. But we're saying إحنا قاعدين نسويها، هي تسوي إسقاطات على حياتها لما تقول ما عندك أصحاب ما حد. هي من جد قاعدة تطلع اللي جواتها وتحطه في المسجات. هي اللي ما حولها أصحاب، هي اللي ما حولها ناس حقيقيين. And she's projecting إسقاطات كل المسجات اللي قاعد ترسلها. يقول يلا بالنهاية أمريكا بتكافئك بالسجن، تستاهلين تكون عندهم على أساس أنك أنت اللي قاعدة تغسلين أموال يعني مثلا. Yeah. Oh my god that was a bad move right whatever. I mean yeah obviously أنا اللي أغسل أموال، أنا اللي أرسل رسائل تهديد بالقتل، أنا اللي أشبح على الناس وزع جوالاتهم 24 ساعة، أنا الهراسينج مو بهي، مو باللي حولها، مو باللي معها، مو بالحكومة السعودية، أنا دانا أنا اللي بروح للسجن بس لأني عرفت أفضح البلاوي اللي حاطينها البلاوي اللي هم مخبينها. أنا بروح السجن عشان كذا. أوكي جو كويس. أنت يا خنيثة الخنيثة. Well, this is another homophobic statement. ما علينا. لكن اللي يضحك أنها كاتبة لك في نهاية الرسالة يا أمطوط ببلاش، يعني هي حقها بفلوس. إيه هذه النقطة، هذه لاحظتي، هذه دائما تقولها يا منى، دائما يعني حتى لما أسألها للبنات في الجروب يقولون واضح إنها هي، وهي تسوي هالشيء بفلوس، وتشوف إن إذا الوحدة تسويه أو في علاقة سليمة مع شخص واحد برضاهم هذا ما تطلعين منه فلوس. بزنس يا حبيبي بزنس. Yes. حاول تصير كاردي بي. لاحظت واحد يضحك علي يوم قلت لي يوم عطستي وقلت لك صحة، يقول قولي رحمك الله. طيب نسيت، ما حد ما قد عطس عربي قدامي إلا الحين من فترة طويلة. طيب يرحمني الله ويهديني الله ويصلح بالي، شكرا. سوي سكيب على الأشياء. طيب لا تحشرين نفسك بكل شيء. لا سمية الناصر تركتيها بحالها، ولا الروميت حقتك تركتيها بحالها، ولا ريري تركتيها بحالها. أي واحد معها فلوس تحقدين عليها لأنك هي طفرانة وما عندك هدف في الحياة. أجل هي شكلها كلاينت عند سمية الناصر. تبي بحساب وهمي وداخله كلاينت بالسر. لا هي قصدها انه يعني مو بس انا، حتى هي يعني هي لاحظت انه محاميها في القضيه قاعد يقول انه دانا مش بس على الكلاينت حقتي، حتى في ناس قاعده تشبه عليهم. هم يبون يعلمون محاميها يحاول يقول في القضيه شيئين متناقضين، يحاول يقول انه القضيه كل الكلام اللي قالته دانا بسبب انها حاقده وغايره من موكلتي. في نفس الوقت يعني كل الكلام اللي أنا قلته كذب وأدري أنه كذب، بس أنا قلته عشان بخرب عليها. هو كذا هذه قضيته. في نفس الوقت يجون ويقولون قلتي عن فلانة الثانية عن هالكلام، وقلتي عن العلانة الثانية هالكلام. طيب yeah that means إنه I'm just against an idea, I'm not against a person and that's why I'm talking about different people. عرفتي؟ فهي عشان كذا تكرر إنه ما خلتي واحدة في حالها، لأن هي تعطي أسماء الناس اللي يتكلم عنهم المحاميها. فهمتي؟ أو يا شوفي وش لقيت. شوفي السيلف هيتينج ذا. أقول لك أنا من طرف طيب ما حد يسوي غير
السواريا، ما حد حولك غير السواريا والفلسطز والعراقيين المشردين، وانت من وجهك تقول اشك انك يمنيه. اكسكيوز مي، شفتي؟ تكره شفتي نفسها، الثقافة؟ مو تكره طبيعية، نفسها. مريضة مريضة يا منى، مريضة مريضة. المومري هذا يمني لكنه برقبتها. قاعدة أقول لك تسوي إسقاطات، يعني هي اللي قاعدة تحسس، هي تشوف إنه يمنية عيار، فتقول لي أحس إنك يمنية. طيب وإذا كنت يمنية وين السبة؟ وين التنمر؟ أبي أشوف وين التنمر؟ جيز يا اوكي، نطلع نشوف ما عندك حياة. أدلتك صور من جوجل، يقولون لك أدلت. يعني صور الاسك اللي وريتها في المحكمه انه هي دليل على انه ليش انا قلت عنها، فتقول صور من جوجل. طيب ليش تنكرين صور من جوجل؟ ليش تقولين مو انا يا مامي؟ واي واي هاني واي سويتي واي؟ شوفي تحت القسم مو صورتي. تعبنا هزئك، تعبت مسيكين هزئك. ايه تعبت تعبت مسيكين. ايش فيك يا منى؟ 24 ساعه اصابعها وتكررين لقرودك اذا حكموا عليك كم بعد كم يوم. طلعت شهادتك فيك، شهادتك ايه. فيك. هذه تخرجي يقولون عننا فيك، ما عندي شهاده. يا ويل امهم، صدق طلعت شهادتك فيك. احبه وقاعد أدور على ذا. يا كتبت لك رسائل جنسية كثيرة. واضح. شوفي، هو الجنس ملاذ اللي ما عنده شيء يقوله، يعني خلاص she run out of everything، فصارت تسبك بشتائم الجنسية. يعني واضح أنها الألفاظ قدرة، بس ما قدرت أقراها، بس هذه هي عاد مودر روز اللي تسوي نفسها سيلف ميد. أجل تقول أنا أدافع عن حقوقي بالشكل الصح. كيف الشكل الصح؟ شفتي هذا تكفين، خليني أقولها، هز اليخت هز اليخت. أنت ما أنت فاهمة يا منى، هزت اليخت بالبكيني وبتخلين الرجال يلمسونك علشان ترضينهم، أكيد في مقسوم. هذه إيه هي طريقة أخذ الحقوق؟ ليش ما تفهمين يا منى؟ أنا حسب كلامها قاعدة أشجع البنات على أنهم يروحون لطريق مظلم، طريق الفساد. إيه هذا كلامها في الفيديو حقها، هي تقول تأخذون طريقتكم بالطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة يعني الله يسلمك يا منى ويعزك، إنها تقعد بالأربع وتهز وينلمس مقودها وتنسب وتنهى. هذه الطريقة الصح بالنسبة لها. قال هي ايه مونيكا